بن اسماعيل في تيزي وزو بطريقة مأساوية هزت قلوب الجزائريين. وبعد اتضاح براءة الشاب من شبهة افتعال الحرائق التي غدر به من أجلها، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بمطالب محاسبة المتورطين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة المؤسفة، وطالبوا بالعدالة، وهو ما أكدته وزارة العدل التي أمرت بالقبض على المتورطين. وبذلك أطلق نشطاء منشورات كبيرة توضح صور المجرمين المتورطين في الحادثة لحظة بلحظة وبدقة عالية. وفي آخر التطورات قال نشطاء بأن مجموعة من المتورطين في غدر جمال يعتزمون الهرب والهجرة غير الشرعية بعد تداول صورهم على الإنترنت. وقالت صفحة راكفة عنابة منذ قليل بأن مجموعة من المبحوث عنهم يحاولون أن يهاجروا بطريقة غير شرعية عبر سواحل عنابة. وفي نفس السياق حذر مسؤول الصفحة أصحاب قوارب الهجرة غير الشرعية كاتبين: نحذر أي شخص في ولاية عنابة يقدم أي تسهيلات للمبحوث عنهم ويسهل لهم الهجرة غير الشرعية، راك تعرف أن